السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة مدارس الوطن العربي الثانوية، حياكم الرحمن جميعا. درس اليوم في مادة اللغة العربية التخصص هو عمل اسم المفعول. بسم الله نبدأ معا. اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على الحدث أو ما يقع عليه، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول مثل مسموع ومذموم ومشكورين. في حالة الجمع يرد إلى المفرد مشكور على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. إذا اسم المفعول دائما فتح ما قبل الآخر، بينما اسم الفاعل كسر ما قبل الآخر، مثل منكسر، لاحظ ميم مضمومة ومفتوح ما قبل الآخر. مستخدمون، لاحظ ميم مضمومة كذلك وفتح ما قبل الآخر في المفرد مستخدم. إذا طلب مني السؤال يا شباب استخرج اسم مفعول عامل أو اسم فاعل عامل، نبحث عن الأوزان، نبحث عن وزن، إما وزن مفعول أو فاعل في حالة الثلاثي، ومن غير الثلاثي ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر اسم مفعول، ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر إذا هو اسم فاعل. شباب ذكرنا سابقا أن عمل المصدر المضاف هو نصب مفعول به، تذكر لما حكينا دائما المصدر عمله نصب مفعول به، وذكرنا أن اسم الفاعل إما عمل اسم الفاعل إما رفع فاعل إذا كان الفعل لازما، فاسم الفاعل في هذه الحالة يرفع فاعلا، وينصب اسم الفاعل مفعول به إذا كان فعل اسم الفاعل متعديا. اسم المفعول أسهل وأبسط، لا يحتاج لمعرفة إذا كان الفعل لازما أو متعديا، لأن عمله ثابت وهو دائما رفع نائب فاعل. إذا عمل اسم المفعول دائما رفع نائب فاعل، الكلمة اللي بتيجي بعد اسم المفعول دائما إعرابها ثابت، نائب فاعل مرفوع لاسم المفعول وعلامة رفعه الضمة. طبعا السبب في ذلك، ليش دائما اسم المفعول بيرفع نائب فاعل؟ لأنه يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، دائما يصاغ اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول. وذكرنا أن شرط عمل المصدر حتى يعمل حكينا لازم يكون مضاف، وحكينا كذلك انه اسم الفاعل حتى يعمل لازم يكون معرف بقل التعريف. اذا كان معرف بقل التعريف فهو عامل بيرفع فاعل او بينصب مفعول به، اما اذا كان اسم الفاعل مش معرف بقل التعريف حكينا بيعمل لكن بشرطين، الشرط الاول انه يكون دل على حال او استقبال، والشرط الثاني ان يكون اسم الفاعل سبق بنفي أو استفهام، أو أن يكون اسم الفاعل صفة أو خبرا أو حالا أو منادى، وهذا ما سيتم تطبيقه على اسم المفعول. يعني درس اسم الفاعل هو نفسه اسم المفعول، بدنا نطبق نفس الكلام اللي حكيناه باسم الفاعل على اسم المفعول، الاختلاف بين اسم الفاعل واسم المفعول فقط بالوزن والعمل كل منهما. عمل اسم الفاعل كان إما رفع فاعل أو نصب مفعول به، لكن عمل اسم المفعول دائما هو رفع نائب فاعل. نطبق هالكلام يا شباب، ما هو عمل اسم المفعول؟ دائما اسم المفعول عمله ثابت، الكلمة اللي بعده يا شباب دائما إعرابها نائب فاعل، دائما عمل اسم المفعول لما تشوف اسم مفعول دائما الكلمة اللي بعده بدها تكون نائب فاعل. عمل اسم المفعول هو رفع نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع بالضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. إذا اسم المفعول عندي كلمة المعروفة، المعروفة معرف بقل التعريف لذلك اسم المفعول عامل، سبب عمله لأنه معرف بقل التعريف. عمل اسم المفعول في الجملة هو رفع نائب فاعل، ما في مجال أفكر إنه بده ينصب مفعول به أو يرفع فاعل، لا، عمله ثابت، دائما الكلمة اللي بعد اسم المفعول نائب فاعل، يعني لما يحكي لي اضبط الكلمة الموجودة المخطوط تحتها دائما ضمة، السبب لأنها دائما إعرابها ثابت نائب فاعل مرفوع. عند السؤال علل عمل اسم المفعول، عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة السابقة، الإجابة طبعا ليش عمل؟ لأنه معرف بقال التعريف. عمل اسم الفاعل رفع نائب فاعل وهو بطولاته، إعراب بطولاته يا شباب نائب فاعل اسم المفعول مرفوع بالضمة وهو مضاف. هاي في حال كان اسم المفعول معرف بقال التعريف. إذا كان اسم المفعول يا شباب غير معرف بقال، تذكر لما حكينا عن اسم الفاعل، إذا كان غير معرف بأل يعني منون نكرة،
فانه بيعمل بشرطين، الشرط الاول انه يكون دل على حال من خلال كلمه الان واليوم او استقبال مثلا غدا الاسبوع القادم، الكلمات ذكرناها شيء بدل على المستقبل. ان يكون الشرط الثاني وهو المهم ان يكون مسبوقا باستفهام، اسم المفعول سبق باستفهام او سبق بنفي، او ان ياتي اسم المفعول منادى او خبرا او صفه او حالا، نفس الشروط اللي طبقناها على اسم الفاعل، لكن هالمره بدنا نطبقها على اسم المفعول. نطرح الأمثلة بالتفصيل. المثال الأول: ما مذموم رجل يساعد الآخرين، اسم المفعول بالجملة طبعا مذموم على وزن مفعول، سبب عمل اسم الفاعل اسم المفعول. لاحظ يا شباب أنه اسم المفعول غير معرف بقل التعريف، لذلك حتى يعمل اسم المفعول لازم نطبق عليه القاعدة الثانية أنه يدل على حال أو استقبال، وثانيا أنه يسبق بنفي او استفهام، او انه يكون موقع الاعرابي مبتدا صفه او خبر او حال او منادى. الشرط اللي اتطبق لاحظ انه سبق بنفي، ما حرف نفي، اذا سبق بنفي. علل سبب عمل اسم المفعول لانه سبق بنفي. السؤال الثاني شباب: بين عمل اسم المفعول. ما هو عمل اسم المفعول؟ عمل اسم المفعول ثابت، انت بدك تكون حافظه دائما، عمل اسم المفعول ثابت وهو رفع نائب فاعل. الكلمه اللي بتيجي بعده شباب دائما هي نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامه رفعه تنوين الضم. ماشي، عمل اسم المفعول دائما ثابت وهو رفع نائب فاعل، ولاحظ انه دائما يصاغ من فعل مبني للمجهول، دائما فعل اسم المفعول دائما مبني للمجهول، لذلك الكلمه اللي بعده تعرب نائب فاعل. الحاله الثانيه لاحظ: ممنوح المتفوق جائزه، اسم المفعول هو ممنوح على وزن مفعول، سبب عمل اسم المفعول لاحظ غير معرف بقل التعريف، اذا بدنا نختار شرط من الشروط السته الموجوده عندنا. هل سبق بنفي؟ لم يسبق بنفي، سبق باستفهام، لاحظ أمامنا هاي همزة الاستفهام، إذا سبب عمل اسم الفاعل لأنه سبق باستفهام، سبق اسم الفاعل باستفهام. ما هو عمل اسم المفعول؟ عمل اسم المفعول دائما اتفقنا على أنه يرفع نائب فاعل، الكلمة اللي بعده شو بتكون؟ نائب فاعل مرفوع لاسم المفعول وعلامة رفعه الضمة. إذا نرجع نعيد شباب كمان مرة: ممنوح، لاحظ ممنوح اسم مفعول، سبب عمل اسم المفعول لأنه جاء أو سبق باستفهام، عمله رفع نائب فاعل وهو المتفوق. طبعا في حال طلب مني إعراب جائزة شباب، أنا اللي بيهمني هون باسم المفعول المتفوق، والمتفوق نائب فاعل لأنه عمل اسم المفعول هو نائب فاعل، لكن جائزة في حال طلب مني إعرابها لاحظ إنها مفعول به، لكن مفعول به ثان، مش ذكرنا إنه دائما اسم المفعول يصاغ من فعل مبني للمجهول، يعني بالأساس إنه يكون فعل مبني للمجهول والمتفوقة مفعول به أول وجائزة مفعول به ثاني، لكن في هذه الحالة عندما اعتبرنا المتفوق نائب فاعل إعراب جائزة مفعول به ثان منصوب. أنا اللي بهمني تعرف فقط المتفوق إعرابها دائما نائب فاعل لاسم المفعول. علل سبب عمل اسم المفعول في الجملة السابقة، ارجع لي على الجملة، شو سبب عملها حكينا؟ سبب العمل لأنها سبقت باستفهام. لاحظ أنها مجردة من قل التعريف، سبقت باستفهام. ما هو عمل اسم المفعول؟ رفع نائب فاعل وهو المتفوق. لو حكيت لك اضبط الكلمة الموجودة هون شباب، بما أنه في عندك اسم مفعول مباشرة بتحط الضمة. بما انه في عندك اسم مفعول دائما لما يحكي لك اضبط الكلمه الموجوده بعد اسم المفعول دائما بتحط الحركه ضمه، لانه اعرابها نائب فاعل لاسم المفعول. طبعا شباب في معظم الاحيان بيكونوا حاطين لك بالوزاره نفسها بتحط لك الحركه على الكلمه بعد اسم الفاعل بعد المصدر بعد الصفه المشبهه، بتحط لك الحركه لحتى تسهل عليك. الحاله اللي بعديها يا شباب او المثال: يا مثقفا فكره، لاحظ اسم المفعول مثقفا، مثقف ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر، إذا اسم مفعول. سبب عمل اسم المفعول هل عرف بقل التعريف؟ لاحظ أنه غير معرف بقل التعريف ومنون أنه نكرة. في هاي الحالة بننتقل للشروط الستة اللي هي: إما يكون سبق باستفهام، هل سبق باستفهام؟ لا.
سبق بنفي لا، اذا ضايل عندي اربع حالات، اما يكون نفسه اسم المفعول اما صفه او حال او خبر او منادى. ولاحظ في عندي اداه النداء في بدايه الجمله اذا دل على منادى، ولاحظ انه اداه النداء مباشره تسبق اسم المفعول مباشره مش في بدايه الجمله، لا لازم يكون التنتين بجنب بعض. فمثقفا منادى. سبب عمل، اذا لما احكي لك علل سبب عمل اسم المفعول في الجملة السابقة، لأن اسم المفعول سبق أو وقع أو جاء منادى، السبب لأنه جاء منادى. ما هو عمل اسم المفعول؟ اسم المفعول خلاص تلقائي احنا عارفين دائما اسم المفعول عمله رفع نائب فاعل، إذا الكلمة اللي بتيجي بعده شو إعرابها؟ نائب فاعل. دائما عمل اسم المفعول هو رفع نائب فاعل، رفع نائب فاعل، إذا فكره نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. المثال اللي بعده بيحكي لنا المرأة مصونة حريتها في الأردن. لاحظ في عندي اسم المفعول في الجملة موجود في كلمة مصونة. مصونة اسم مفعول. سبب عمل اسم المفعول، لاحظ اسم المفعول معرف بقل التعريف غير معرف بقل التعريف نكرة. في هذه الحالة بدنا ندور على شرط من الشروط اللي حكناهم، هل سبق باستفهام؟ ما سبق باستفهام، ولا سبق بنفي، ولا سبق أو جاء منادى، لكن ضل عندي إما يكون حال أو صفة أو خبر. الجملة بإيش بلشت يا شباب؟ المرأة. المرأة عبارة عن مبتدأ. حكينا دائما إذا كانت الجملة اسمية إذا الكلمة راح تكون عندي اسم المفعول أو اسم الفاعل راح يكون خبر. إذا سبقت بكان وأخواتها أو خبر أو إن وأخواتها كذلك راح تعرب دائما الكلمة اسم المفعول راح يجي خبر. إذا المرأة مبتدأ ومصونة خبر. سبب عمل اسم المفعول، علل عمل اسم المفعول عمل فعله، السبب يا شباب لأنها وقعت خبر أو جاء اسم المفعول خبر. ما هو عمل اسم المفعول؟ احنا متفقين دائما عمل اسم المفعول هو رفع نائب فاعل، يعني الكلمة اللي بتيجي بعد شو اعرابها؟ نائب فاعل. شو عليها؟ ضمة، لازم الحركة ضمة. اذا شو اعراب حريتها؟ حريتها اعرابها يا شباب نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر بالاضافة. سبب عمل اسم الفاعل شباب، لاحظ انه المرأة مبتدأ ومصونة خبر. ننتقل إلى الحالة الخامسة وهي اسم المفعول صفة. مثال: قرأت رواية منظمة أحداثها. اسم المفعول منظمة، لاحظ ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. سبب عمل اسم المفعول في الجملة، علل عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة السابقة، لاحظ أنه غير معرف بقل التعريف بالتالي بدنا نبحث في أحد الشروط الستة. هل سبق باستفهام أو نفي؟ لم يسبق لا باستفهام ولا بنفي. إذا بدنا نشوف واحد من الحالات الأربعة، إنه يكون اسم المفعول منادى أو صفة خبر أو حال. منظمة لم تسبق بنداء، إذا بنستبعد المنادى، ضل عندي إما تكون خبر حال وصفة. خبر كذلك مستبعد لأن الجملة لاحظ قرأت جملة فعلية، إذا استبعدنا كذلك مين؟ الخبر. ضل عندي إما صفة أو حال. طبعا كيف بحكم؟ بتفرج على الكلمة اللي قبلها. تعال على الكلمة رواية، لاحظ تنوين فتح تنوين فتح، مؤنث مؤنث، نكرة نكرة. إذا بهاي الحالة لاحظ إنه النعت طابق المنعوت في كل حالاته، أو الصفة طابقت الموصوف في كل حالاته. في هاي الحالة شو بنعمل؟ بنعرف إنه هاي الكلمة هي صفة، لأن الصفة تتبع أو النعت يتبع المنعوت في كل حالاته. ماشي شباب؟ إذا في هذه الحالة منظمة هي صفة للرواية، لأنها نفس قواعد أو نفس الشروط اللي انطبقت على الكلمة اللي سبقتها. بهاي الحالة إذا عمل اسم المفعول، لأن اسم سبب عمل اسم المفعول لأن اسم المفعول جاء صفة. لاحظ إنه جاء صفة. ما هو عمل اسم المفعول؟ اسم المفعول عمله ثابت وهو رفع نائب فاعل. لاحظ أحداثه دائما لما نحكي أنه اضبط الكلمة ضمة لأنه إعرابها ثابت نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.
إذن عرفنا يا شباب إنه اسم المفعول في حال كونه صفة سبب العمل، لأنه اسم المفعول جاء صفة، عمل اسم المفعول رفع نائب فاعل وهو أحداثها. ننتقل إلى الحالة الأخيرة وهي إذا كان اسم المفعول حال. مثلا يعجبني المغتربون مرفوعة رؤوسهم فخرا بالوطن. اسم المفعول بالجملة طبعا يا شباب هو مرفوعة على وزن مفعول. طبعا المغتربون هل هي اسم مفعول؟ لاحظ مين مضمومة؟ مغتري. لاحظ الراء مكسورة، بهاي الحالة هي اسم فاعل وليست اسم مفعول. مرفوعة يا شباب، لاحظ انه مرفوعة اسم مفعول على وزن مفعول. عمل او علل عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة السابقة. بما انه مش معرف بقل التعريف اذا لازم ينطبق عليه من الشروط الستة. سبق بنفي واستفهام مستبعدة. انه جاء منادى مستبعدة لانه ما في عندي حرف نداء. هل الجملة اسمية لحتى يكون انه مرفوعة نعتبرها خبر؟ لاحظ انه الجملة فعلية كذلك استبعدنا الخبر. اذا اما حال او صفة. تعال نحكم عليها. مرفوعة والمغتربون معرف بقل التعريف، بينما مرفوعة نكرة. لاحظ انه المغتربون مرفوع، كلمة مرفوعة بالواو لانها جمع مذكر سالم، بينما مرفوعة منصوبة بتنوين الفتح. اذا ما في تطابق بين الكلمتين، لا بالحركة الإعرابية ولا بالتذكير والتأنيث ولا بالتعريف والتنكير. إذا بهذه الحالة مستحيل تكون صفة. شو ضل عندي؟ ضل عندي إنها تكون حال. تعال نتأكد إنها حال. بنسأل بكيف. كيف يعجبني المغتربون؟ لاحظ يعجبني مرفوعة، إذا مرفوعة حال. سبب عمل اسم المفعول لأن اسم المفعول جاء حالا. ما هو عمل اسم؟ بيّن عمل اسم المفعول. حكينا اسم المفعول عمله ثابت، دائما الكلمة اللي بعده شو بتكون؟ رفع نائب فاعل. لاحظ الحركة الضمة، إذا دائما رفع نائب فاعل. السبب علل رفع نائب فاعل لأنه دائما يصاغ من فعل مبني للمجهول. إذا يا شباب بكل بساطة اسم المفعول بيعمل بنفس طريقة اسم الفاعل. في حال كان معرف بقل التعريف يعمل بدون شروط وعمله هو رفع نائب فاعل. أما إذا كان معرف لم يكن معرف بقل التعريف يعمل لكن بوجود شرط من الشروط الستة، وهي أن يسبق باستفهام. ولاحظ أنه لازم يسبق باستفهام مباشرة، أو يسبق بنفي، أو أن يقع منادى، أو حالا صفة أو خبرا. طبعا شباب انه بيهمني تميز اسم الفاعل عن اسم المفعول. لما يكون ميم مضمومة ومكسور ما قبل الاخر فهي اسم مفعول اسم فاعل، ميم مضمومة ومفتوح ما قبل الاخر اذا هي اسم مفعول. لما يطلب مني استخرج من النص اسم مفعول عامل، بتروح بتدور على كلمة على وزن مفعول او ميم مضمومة مفتوح ما قبل الاخر، بعديها لازم يكون الكلمة عليها ضمة، بتدور على الكلمة اللي بعديها لازم تكون ضمة، وبيكون موجود الضبط بالنص. أما لما يحكي لي استخرج اسم فاعل عامل، نبحث على اسم فاعل سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي، الكلمة اللي بعد اسم الفاعل ممكن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة. نطبق على الأسئلة شباب، نشوف الأسئلة. مثلا التدريب الأول، عين اسم المفعول فيما يأتي مبينا عمله مع التعليل. الآية طبعا يا شباب استخرج اسم المفعول، اسم المفعول اللي هو موجود ميم مضمومة المؤلفة. لاحظ ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. سبب عمل اسم المفعول معرف بال التعريف، والكلمة اللي بتيجي بعده دائما قلوبهم. لاحظ قلوبه، إذا نائب فاعل مرفوع لاسم المفعول وعلامة رفعه الضمة. كذلك لو أخذنا مثلا المثال، حدائق الحسين في العاصمة عمان منسقة أشجارها. لاحظ منسقة كذلك اسم مفعول. سبب عمل اسم المفعول لاحظ أنه نكرة غير معرف بقل التعريف، إذا بدنا نبحث بواحد من الشروط الستة. بما إنها يا شباب لم تسبق بنفي أو استفهام، إذا بدنا نشوف إذا كانت منادى أو خبر أو حال أو صفة. خبر طبعا نشوف، أو منادى بنستبعدها لأنه ما في عندي أداة نداء. صفة لاحظ انه بستبعد الصفة كذلك لانه عمان مختلفة عن منسقة. منسقة. نيجي على حدائق مبتدأ، خبرنا عن حدائق الحسين بانها منسقة، اذا منسقة خبر المبتدأ.
سبب عمل اسم المفعول لأن اسم المفعول جاء خبر وعمله هو رفع نائب فاعل وهو أشجارها. كذلك اشتريت حاسوبا مطورة أنظمته. لاحظ مطورة ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر سبب عمل اسم المفعول بما أنه نكرة غير معرفة بأل. لو دورنا عليها لاحظ أنه مش مسبوقة بنفي أو استفهام ولم يأتي اسم المفعول منادى، لكن ضل عندي إما تكون خبر أو حال أو صفة جملة فعلية. إذا بنستبعد الخبر بضل عندنا يا شباب إما حال أو صفة. لاحظ مطورة وحاسوبا التنوين الفتح الموجود على الكلمتين، الكلمتين نكرة، لاحظ إنه بيطابقها، بالتالي مطورة هي صفة للحاسوب. أنظمته أنظمة تعرب نائب فاعل ل اسم المفعول. سبب عمل اسم المفعول لأنه جاء صفة أو وقع صفة. وظف أسماء المفعول، هاي طبعا يترك للطالب. التدريب الثالث، اضبط أواخر ما تحته خط. مثلا يا شباب مفتوحة أبوابه، لاحظ مفتوحة اسم مفعول. سبب عمل اسم المفعول في الجملة سبق باستفهام، لكن أنا كل هالكلام ما بيهمني. أنا بعرف يا شباب إنه الكلمة اللي بتيجي بعد اسم المفعول دائما شو حركتها؟ ضمة، لأنه شو إعرابها؟ نائب فاعل. إذا أبوابه دائما ضمة لأنه إعرابها نائب فاعل مرفوع. كذلك المرأة محفوظ، دائما الكلمة اللي بعد اسم المفعول شو إعرابها شباب؟ نائب فاعل. إذا شو الحركة اللي بدنا إياها؟ حقها، حقها نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع. سبب عمل اسم المفعول، طب شباب لو سألتك ما هو سبب عمل اسم المفعول في الجملة؟ محفوظ، لاحظ انها نكرة غير معرفة بال، لم تسبق بنفي او استفهام وما اجت منادى، اذا اما خبر او حال او حال او صفة. المرأة اسم ابتدأنا فيه الكلام، خبرنا عنها محفوظة، اذا المرأة مبتدأ ومحفوظ خبر المبتدأ. حقها نائب فاعل، ضبط حقها ضمة لانه اعرابها ثابت نائب فاعل لاسم المفعول. طبعا في حال كان ممارستك، لاحظ ممارستك شباب، ممارستك شباب اخذناها في المصدر، حكينا عمل المصدر اذا كان مضافا، لاحظ انه مضاف شو عمله؟ نصب مفعول به، اذا الرياضة شو اعرابها؟ مفعول به منصوب للمصدر. اذا حط ببالك دائما المصدر الكلمة اللي بتيجي بعده اذا كان مضاف طبعا عمله انه نصب مفعول به. اسم الفاعل الكلمة اللي بتيجي بعده بدنا نشوف اذا كان فعل اسم الفاعل لازم او متعدي. اذا كان لازم يا شباب الكلمه اللي بتيجي بعد اسم الفاعل ضمه، اذا كان متعدي الكلمه اللي بتيجي بعد اسم الفاعل فتحه. اسم المفعول دائما الكلمه اللي بعد اسم المفعول ضمه لانه اعرابها ثابت نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. هيك شباب بنكون خلصنا درس عمل اسم المفعول، درس سهل وبسيط. ممكن ألخص لك كلامي كلياته من خلال ممكن تلخيص الكلام كاملا من خلال اسم المفعول، إما على وزن مفعول أو بميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر، إما يعمل إذا كان معرف بال التعريف، أو إذا كان نكرة يعمل بشروط أن يكون سبق باستفهام أو نفي، أو أن يكون اسم المفعول وقع أو جاء حالا صفة خبرا ومنادى. يعطيكم ألف عافية.